السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، مع حل تدريبات قصة عقبة بن نافع من كتاب الامتحان وكتاب الأضواء على الفصول الـ 12، 13، 14، 15. تعالوا مع بعض نبدأ بالفصل الـ 12 وأول سؤال من كتاب الامتحان صح وغلط. تحدث عقبة مع أولادي ليلة الفتح عن انتصاراته، العبارة دي خاطئة لأنه تحدث مع أولاده عن الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. 2. الزاب يطلق عليها قسنطينة، أيوة صح. وتقع بالعراق، لا غلط، تقع بالجزائر، يبقى العبارة دي خاطئة. 3. استبعد عقبة من ميدان الجهاد 9 سنوات، لا دي عبارة خاطئة لأنه استبعد من الجهاد مدة 7 سنوات. 4. أصبح الأجير يأخذ حقه قبل أن يجف عرقه في ظل الإسلام، دي عبارة صحيحة. السؤال اللي بعد كده تخير الإجابة الصحيحة. أعاد عقبة تنظيم الجيش أثناء إقامته في مدينة الزاب ولا برقة ولا القيروان؟ في أثناء إقامته في مدينة القيروان أعاد تنظيم الجيش. 2. ظل عقبة متوقد الحماسة حتى بعدما بلغ كم سنة من عمره؟ 62، 53، 72، حتى بلغ 62 من عمره. 3. كان البربر بيشعروا بإيه أثناء الحكم البيزنطي؟ بالعدل والأمن، بالحرية والسلام، بالظلم والاستعباد؟ كان البربر يشعرون بالظلم والاستعباد، واحنا عارفين مساوئ الحكم البيزنطي بقلة الأجور، كثرة الضرائب، عدم وجود قوانين بتحفظ لهم حياة آمنة. السؤال اللي بعد كده من كتاب الأضواء ضع صح أو غلط. الفتح الإسلامي حرر البربر من الاستعباد البيزنطي؟ طبعا عبارة صحيحة. ب. عاد عقبة للجهاد وهو في سن 67، لا العبارة دي خاطئة، كان 62 سنة. جيم أصبح الأجير في ظل الإسلام يأخذ حقه قبل أن يجف عرقه، دي عبارة صحيحة. دال أوسع عقبة رجاله قبل فتح الزاب بأن يكونوا أشداء على من يسلمونهم، لا عبارة خاطئة لأنه أوصاهم وقال لهم لنكن أشداء على أعدائنا ورحماء بمن يسلموننا. السؤال اللي بعد كده من كتاب الأضواء تخير الصواب. مدينة الزاب يطلق عليها اسم ايه؟ اليوم بالجزائر اسم قسنطينة، صح. ب. سهر عقبة مع أولادي بيحدثهم عن طفولتي ولا الجهاد ولا الاستشهاد ولا الثانية والثالثة؟ هو كان بيحدثهم عن الجهاد والاستشهاد، يبقى هنختار الثانية والثالثة. ج. عندما انطلق عقبة لفتح الزاب كان عمره كم سنة؟ 60، 61، 62، 63؟ كان عمره 62 سنة. دال أثناء إقامة عقبة في مدينة إيه أعاد تنظيم الجيش؟ كان في مدينة إيه؟ في مدينة القيروان كان بينظم الجيش. عانى البربر أثناء الحكم البيزنطي من الظلم، الاستبداد، المعاناة، جميع ما سبق؟ جميع ما سبق، دي الإجابة الصحيحة، إن البربر كانوا بيعانوا أثناء الحكم البيزنطي من الظلم والاستبداد والمعاناة. السؤال اللي بعد كده على الفصل 13 من كتاب الامتحان 1 ضع صح أو غلط. اشتد حماس الأعداء عندما شاهدوا قوة جيش المسلمين، دي عبارة خاطئة لأن أصابهم الفزع والرعب. 2. قرر أهل أدنى تسليم مدينتهم لعقبة دون مقاومة، دي عبارة خاطئة لأنهم قرروا أنهم يدافعوا عن مدينتهم إلى آخر جندي منهم. 3. تصور أهل أدنى أن المعركة مع المسلمين هتكون سهلة، دي عبارة خاطئة لأن تصورهم لهذه المعركة كان بالغا، وده اللي جعلهم يحشدوا كل الرجال وكل النساء لتشجيع الرجال. 4. انهزم جيش المسلمين في معركة المصير، دي عبارة خاطئة لأن جيش المسلمين انتصر وتكهكر الأعداء وفروا هاربين إلى مدينتهم وبتشيعهم صرخات النساء. 5. كان عدد جيش أدنى بيعد بعشرات الآلاف، دي عبارة صحيحة. 6. التزم نساء أدنى بمنازلهن ولم يشجعن رجالهن على القتال، دي عبارة خاطئة لأنهم كانوا بيشجعوا الرجال في الحرب. السؤال اللي بعد كده على الفصل 13 من كتاب الامتحان تخير. 1. أصبح الطريق إلى طنجة بعد معركة المصير شاقا ولا ميسورا ولا مستحيلا؟ أصبح سهلا، أصبح ميسورا. 2. كانت الراحة بالنسبة لعقبة أداء الصلاة، التنقل بين البلاد، جمع الأموال، الراحة بالنسبة لعقبة بن نافع أداء الصلاة. 3. كانت الجيوش اللي هزمها عقبة
تساوي ولا تفوق ولا تقل عن جيش عقبة؟ كانت تفوق، تزيد عددا وعدة عن جيش عقبة بن نافع. السؤال اللي بعد كده من كتاب الأضواء على الفصل 13، صح أو غلط؟ حشد أهل أدنى جيش من النساء لتشجيع الرجال على القتال؟ دي عبارة صحيحة. ب، كان جيش المسلمين بيفوق جيش الأعداء؟ جيش المسلمين كان أكتر؟ لا طبعا العكس، لأن جيش الأعداء هو اللي كان بيفوق جيش المسلمين أضعافا مضاعفة. جيم، أظهر عقبة جرأة نادرة أذهلت الأعداء؟ دي عبارة صحيحة. طلب عقبة من جيشه إن هو ياخد قسطا من الراحة قبل الانطلاق إلى طنجة؟ دي عبارة صحيحة. السؤال اللي بعد كده من كتاب الأضواء على الفصل 13، 1، كانت الراحة لعقبة التنقل بين البلاد، جمع الأموال، أداء الصلاة؟ الراحة كانت بالنسبة لعقبة أداء الصلاة. ب، بعد معركة أدنى توجه المسلمون لفتح إيه؟ تيهرت، القيروان، فزان، طنجة؟ توجه المسلمون لفتح طنجة. ج، أصبح الطريق لطنجة بعد معركة أدنى شاقا ولا ميسورا ولا ملتويا؟ أصبح الطريق ميسورا وسهلا. د، غنم عقبة من معركة أدنى أسرى كثيرين، ذهبا كثيرا، جنودا كثيرة، مغانم كثيرة؟ غنم عقبة مغانم كثيرة من معركة أدنى. أمر عقبة جنده بعد معركة أدنى بالقبض على زعمائها، جمع الغنائم، أخذ قسط من الراحة، استكمال الفتوحات؟ أمر عقبة الجند بعد معركة أدنى بأخذ قسط من الراحة قبل أن يستأنف السير إلى طنجة. السؤال اللي بعد كده من كتاب الامتحان على الفاصل 14، صح أو غلط؟ استراح جيش عقبة 10 أيام قبل مواصلة السير إلى طنجة؟ دي عبارة خاطئة، لأنه استراح يوما وبعض يوم. 2، خرج أهل مدينة تيهرت لقتال المسلمين؟ دي عبارة خاطئة، لأنهم تحصنوا بمدينتهم. 3، دار قتال عنيف بين أهل طنجة وجيش المسلمين؟ دي عبارة خاطئة، لأن ملك طنجة يوليان الغماري خرج لاستقبال عقبة بن نافع ورحب به ووافق على كل طلبات المسلمين. 4، كان ملك طنجة بيحقد على المسلمين؟ دي عبارة خاطئة، لأن يوليان الغماري ملك طنجة كان لا يخفي شرا للمسلمين ولا يناصبهم ولا يظهر لهم الأعداء، لا بيخفي لهم شر ولا بيظهر لهم عداوة. 5، أعلن ملك طنجة موافقته على كل مطالب المسلمين؟ دي عبارة صحيحة، بعد ما استقبل عقبة ورحب به. السؤال اللي بعد كده من كتاب الامتحان، اختر الإجابة الصحيحة على الفصل برضو 14. 1، دخل عقبة طنجة بعد معركة شديدة مع أهلها، ترحيب ملكها بالمسلمين، حصارها لبضعة أيام. لا، طنجة يوليان الغماري دخل عقبة طنجة بعد ترحيب يوليان الغماري ملك طنجة بالمسلمين. 2، نصح يوليان الغماري عقبة بالاشتباك مع القوط، الخلود إلى الراحة، فتح السوس الأقصى والأدنى؟ هو نصحه بعدم الاشتباك مع القوط وإنه يفتح السوس الأقصى والأدنى. 3، فكر عقبة في فتح الأندلس حتى يجعلها دولة واحدة مع المغرب ولا مصر ولا الجزائر؟ حتى يجعلها دولة واحدة مع المغرب. 4، المدينة اللي وجدها عقبة والمجاهدون في طريقهم إلى طنجة، أدنى ولا تيهرت ولا القيروان؟ مدينة تيهرت دي اللي كانت في طريق عقبة والمجاهدون وهم في طريقهم إلى طنجة. السؤال اللي بعد كده من كتاب الأضواء، صح أو غلط؟ على الفصل 14، استضاف يوليان عقبة وبعض ضباطه في قصره وقدم لهم الهدايا النفيسة؟ دي عبارة صحيحة. ب، نصح ملك طنجة يوليان الغماري عقبة بعدم الاشتباك مع القوط؟ عبارة صحيحة. أعلن ملك تيهرت التسليم بعد محاصرة عقبة لمدينته؟ عبارة صحيحة. كانت مدينة تيهرت من المدن الحصينة في عهد الروم؟ عبارة صحيحة. نصح ملك طنجة عقبة بضرورة محاربة القوط؟ لا طبعا عبارة خاطئة، لأن يوليان الغماري ملك طنجة نصح عقبة بعدم الاشتباك مع القوط، لأن قواتهم بتفوق قوات عقبة آلاف المرات. استراح جيش عقبة 10 أيام قبل مواصلة السير إلى طنجة؟ دي عبارة خاطئة، لأنهم استراحوا يوما وبعد يوم. دار قتال عنيف بين أهل طنجة وجيش المسلمين؟ لا، عبارة خاطئة، لأن ملك طنجة خرج لاستقبال عقبة وجيشه ووافق على كل طلبات المسلمين. السؤال اللي بعد كده برضو من كتاب الأضواء على الفصل 14، استراح المجاهدون بعد معركة الزاب
شهرا اسبوعا يومين يوما وبعض يوم، استراحوا يوما وبعض يوم. حاصر عقبة مدينة تيهرت شهر يومين بضعة أيام 11 يوم، حاصر عقبة مدينة تيهرت بضعة أيام حتى اضطر ملكها إلى إعلان التسليم ودفع ما يطلبه المسلمون من ضريبة الدفاع. جيم، القوط هم سكان المغرب، الأندلس، الشام، مصر. القوط هم سكان الأندلس. لما كان عقبة بيفكر في فتح الأندلس ويوليان قال له أنصحك بعدم الاشتباك مع القوط سكان الأندلس. دال، استقبل عقبة وقادة الجيش الإسلامي وأكرمهم. مين اللي استقبلهم؟ جرجير، ملك فزان، ملك ودان، ملك طنجة، يوليان الغماري ملك طنجة. المدينة اللي وجدها المسلمون في طريقهم لطنجة، أدنى ولا ويليلة ولا تيهرت ولا تهودة؟ المدينة اللي كانت في طريقهم كانت مدينة تيهرت. فكر عقبة في فتح الأندلس حتى يجعلها دولة واحدة مع ليبيا، المغرب، مصر، الجزائر، حتى يجعلها دولة واحدة مع المغرب. السؤال اللي بعد كده برضو من كتاب الأضواء، الفصل 14، استقبل ملك طنجة عقبة وجيشه في مقر حكمه، معبده الخاص به، ساحة المدينة، قصره المطل على البحر. استقبلهم في قصره المطل على البحر. نصح عقبة بعدم محاربة القوط. من اللي نصحه؟ جرجير، بصر بن أرطأة، يوليان الغماري، زهير بن قيس البلوي. اللي نصح عقبة بعدم محاربة القوط ملك طنجة يوليان الغماري. فتح المسلمون في طريقهم إلى طنجة مدينة سبيطلة، الأندلس، تيهرت، السوس. فتحوا مدينة تيهرت وهي في طريقهم لطنجة. استقبل مين عقبة وجنوده بالترحيب؟ مين اللي استقبل عقبة؟ كسيل بن لمزم، يوليان الغماري، زهير بن قيس، جرجير. اللي استقبلهم يوليان الغماري ملك طنجة. نصح ملك طنجة عقبة بالبقاء في طنجة، إيقاف الفتوحات، فتح الأندلس، فتح السوس. لا، هو نصحه بفتح السوس الأقصى والأدنى ونصحه بعدم الاشتباك مع القوط. السؤال اللي بعد كده من الفصل 15، آخر فصل، السؤال من كتاب الامتحان، صح أو غلط؟ الجيوش اللي هزمها عقبة بتقل عن جيش آلاف المرات؟ لا طبعا، عبارة خاطئة، لأن الجيوش اللي هزمها بتفوق جيش عقبة عددا وعدة. 2، فوجئ أهل السوس الأقصى بقدوم عقبة وجيش إليهم؟ لا، دي عبارة خاطئة، لأنهم كانوا يعلمون تفاصيل ما حدث في السوس الأدنى. 3، استجاب أهل مدينة وليلة لدعوة عقبة ودخلوا جميعا الإسلام؟ لا، دي عبارة خاطئة، لأنهم رفضوا الدخول في الإسلام وصمموا على قتال المسلمين، وهم كان عددهم كتير فما كانوش يتوقعوا أبدا أنهم يتهزموا يعني. 4، قام عقبة بفتح الأندلس ورفع عليها راية الإسلام؟ دي عبارة خاطئة، لأن يوليان الغماري نصحه بعدم الاشتباك مع القوط. ب، تخير الإجابة الصحيحة، اقتنع عقبة بكلام يوليان وأمر جيشه بالتوجه إلى السوس الأدنى، السوس الأقصى، الأندلس. أمر جيشه بالتوجه أولا إلى السوس الأدنى وبعده إلى السوس الأقصى. 2، لم يتوقع أهل وليلة الهزيمة بسبب كثرة عددهم، قوة أسلحتهم، ضعف المسلمين. لم يتوقعوا الهزيمة بسبب كثرة عددهم. 3، واجه عقبة أثناء فتح السوس الأقصى جيشا من الروم ولا البربر ولا القوط؟ لا، هو كان بيواجه جيش من البربر. السؤال اللي بعد كده برضو على الفصل 15 من كتاب الأضواء، صح أو غلط، هزم عقبة البربر في السوس الأدنى هزيمة ساحقة؟ عبارة صحيحة. ب، تحصن أهل السوس الأدنى داخل مدينتهم وحذروا أنفسهم من محاربة المسلمين؟ دي عبارة خاطئة. لم يقتنع عقبة بكلام يوليان واتجه إلى فتح الأندلس؟ لا، عبارة خاطئة، هو اقتنع بكلام يوليان الغماري ملك طنجة واتجه إلى فتح السوس الأقصى والأدنى. نجح عقبة بن نافع في فتح السوس الأدنى والسوس الأقصى؟ عبارة صحيحة، نجح عقبة وانتصر عليهم. السؤال اللي بعد كده، مدينة وليلة تسمى اليوم برقة، قسنطينة، تيهرت، قصر فرعون؟ تسمى قصر فرعون وتقع في غرب فاس الشمالي. السؤال اللي بعد كده، حقق عقبة انتصارا ساحقا على أهل تيهرت ولا أدنى ولا السوس الأدنى ولا قلعة تهودة؟ حقق انتصارا ساحقا على السوس الأدنى. جيم، عندما وصل عقبة إلى مشارف مدينة وليلة انسحب منها، حصرها، قتلها، دعاهم الأول للإسلام؟ دعاهم للإسلام وهم رفضوا وصمموا على الحرب. دال، انتصر عقبة بن نافع على أهل السوس الأوسط، الأدنى، الأقصى، الثانية والثالثة اللي هي الأدنى والأقصى،
الإجابة الصحيحة إن عقبة انتصر على أهل سوس الأدنى والأقصى، فهنختار التانية والتالتة. وبكده يبقى احنا راجعنا على الفصل الـ 12 والـ 13 والـ 14 والـ 15. بتمنى أكون قدرت أفيدكم. بالتوفيق في الامتحان. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.